يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم في فقره جديده اليوم وبعد غياب رمضان كريم على الجميع. يعني بودنا نحكي لكم عيد سعيد، لكن مع اللي بصير مع اهلنا في غزه الواحد بيحكي كل عام وانتم بخير ان شاء الله من العايدين. معتز صباح الخير صديقي، جاهز نبدا نشغل فكرنا ونشغل عقليتنا عشان نكون جاهزين ان شاء الله. ريدي نبدا بالميوزك لو سمحتوا، ناخذ وضعيه. اليوم راح نعطيكم ميكس مارشال ارتس، فنون قتاليه متنوعه بشكل كارديو، نحرك الجسم كامل شوي شوي، نعمل بالس خفيف. نبدا بالبوكسينج، دبل ابر كات، جو 1 2 ايزي. خلي الايد مسكره عشان تكون البانش اقوى، جود. خلي الكوع زاويه 90، ركز تحت التشين، بنضيف لها جاب 1 2 1 2 3 جود. هلا صار عندنا 2 تارجت، شيء تحت التشين وشيء على النوز، جود. نحول الحركه لقدام، جود. نعمل سويتش 1 2 تربل ابر كات، نرجع ليفت رايت ليفت، جود 1 2 جود. نعملها ليفل 2، ننزل لتحت، جود. اوكي دائما في ثاني بالركبتين خفيف، نضل خفيفين على الارض، جود. هلا ان اوت 1 2 3، خلي التعب لجوا والامشاط لبرا، جود. لف على الجهه الثانيه، دبل ابر كات، ليتس جو 1 2 فالس خفيف. اي حركات بنعملها على الجهه اليسار راح نرجع نعيدها على الجهه اليمين، بنضيف جابس 1 2 3 هوب. كيف معتز بعد الرياض زمان، ها جيت 1 2 3 اوكي. شفل لقدام، سويتش اوكي، ابر كات 1 2 3 جود. نضل على الجارد، حاول نخلي اللور بادي ثابت، نحرك بس من فوق، جود 1 2. هلا سيزر داون تبادلي على الامشاط، ضل خفيفين، جود. شوية كارديو بتوين، بنضل على البوكسينج ليفل 2، ننزل لتحت اكثر، نثني ركبنا اكثر لتحت، جود. شغل الرجلين والثايز، جود. نعمل جامب وايد، دبل ليفت هوك. الهوكس مختلفة شوي، بتيجي على جنب الوجه، نرفع الكوع على مستوى الكتف، بنلف المشط من تحت. هلا بنحول 1 تحت 1 تحت، جود. اوبشن كوم 1 جود. هلا بنعمل سكوات 4 3، نرجع برجل اليمين لورا 4 3، نرجع سكوات، ندخل الرجلين شوي، ليفت سويتش جود. ليفل 2، ننزل لتحت اكثر، صدر مرفوع، جود. تشيست اب، اخر ليك، شفل، نعمل جابس ليفت رايت ليفت، نرجع نبدا بالايد اللي برا، جود. اوكي نحرك كتافنا عشان نوصل للتارجت، نمد لقدام اكثر، جود. اخر راوند عشان نكون جاهزين في الابر بادي، حول اللور بادي، نعمل ادكتر سويتش اللي هي العضلات الداخليه، سويتش الجهه الثانيه، اوكي. اب تربل ليفت مي 3 2 ستيب ستيب، نعكس، جود. نسحب زي كانه ماسكين واحد، نسحبه على الحوض، نركز انه الركبه تيجي على منطقه البطن، جود. احسن بعمل سوينج عشان اشغل كمان
اوبليكس اللي هي جوانب. جود. هلا كومبو كيك ني. نرجع وان ني وان كيك وان ني. اوكي بس حط كيك ني. بدا تركيز اكثر شوي. جود. لما نعمل كيك نعمل بوش بالهيب لقدام عشان نوصل. جود. تكون الحركة والضربة افكتيف اكثر. جود. اوكي هولد شوت لانج. هلا بنحول للموي تاي. جود. زي كأني بعمل لانج بوزيشن ليفل 2. داون برجع داون برجع. بركز على منطقة الرجلين زي كأني بدي امسك واحد واسحبه على جسمي. جود. ايدين لفوق. جو جو. داون. ممكن اسحب اسرع. داون. جود. خلي الصدر مرفوع. الاكتاف شوي مايلين لقدام. جود. هيب رول ليفت رايت. ريكفري. ريكفري بناخذ نفس. تدوير للحوض. جود. راوند هاوس. سيت اب. نثبت. نجهز حالنا عشان نعمل كيك. مد الايد. نرفع الركبه تقريبا لمستوى الحوض. ني داون. اوكي خلي الكعب دائما على الجلوت. اوكي لو كيك. هلا عندنا 10 ليفل نشتغلهم. الثاني تحت الركبه. يومور. فوق الركبة على الثاي. جود. على الهيب. جود. تحت الريب كيج. اوكي هلا على الريب كيج. اباف الريب كيج. جود. على التشين. على مجهزين للباك كيك. جو هولد نون ستوب. بتطلع من فوق كتفي طبعا وين بدي اضرب بالضبط. بخلي الكعب مرفوع وبركز على منطقة البطن. بضرب وبسحب ليفل 2. بنزل سكوات كيك سكوات كيك سكوات. جود. اوكي ايزي داون. خلي الكعب ثابتة على الارض. اوكي هيب رول. رجل الثانية رايت ليفت. جود. نفس. اوكي راوند هاوس. نرجع الجهه الثانيه. ني هولد. نثبت زي ما حكينا. كل ما ملنا لورا كل ما طلعت الركبه اكثر. جود. وهي كمان بتساعدني بالكيكس. وان مور. جود. لو كيك لو. اوكي اندر ذا ني. فوق الركبه. هلا جود. ثاي. هيب ليفل. اللي ما بيقدر يلا طبعا يضل على الليفل الواطي. لو ريب كيج. ريب كيج اعلى شوي. تشين اعلى من الشولدرز. هولد. باك كيك. كيك باك. دائما بعد ما اعمل كيك برجع للجارد بعمل ريستارت. تكون جاهز. جود. بوش ليفل 2. سكوات داون. كيك داون. جود. ايدي دائما على الجارد جنب وجهي. جود. كيك باك كيك. جود جوب. اوكي شفل سايد كيك سايد وبرجع. ممكن اعملها على مستوى الني تحت. ممكن على مستوى الهيب. اوكي ممكن على مستوى الريب كيج. مستوى التشيست. جود. اخر راوند. لاست وان.
Jump wide. Hold. Good. اللي راح نشتغل على مناطق الكور. عضلات البطن. Good. نبدأ بالسي كرانش. Up. Down. Up. Good. نطلع بالصدر وبرجلين مع بعض نعمل تاتش على الأرض. Good. راح نشتغل كل عضلات البطن. هلا بنحول سايد سنجلز. هاي العضلات الجانبية للخصر. Up. Up. Good. الضغط طبعا بصير بين التشيست والهيب. Stay. Switch. نرجع للسنتر. سي كرانش. Up. Down. Up. Down. Good. حاول نعمل تاتش على الهيلز عشان كمان نعمل كرانش أكثر على عضلات البطن. Good. Good. Other side. Side crunch. Go. على طول. Up. Down. Up. Down. Crunch. 8. 7. 6. 5. 4. رجلين فوق هلا. نعمل cross legs. Option. رجلين فيهم تاني بالركبة. أو نفردهم كامل. هذا الليفل الأعلى. Good. يدين على الأرض ممكن جنب الحوض. Okay. Good. هلا بنعمل obliques ثلاث مرات. 3 2 hold. 3 2 hold. شغل عضلات البطن والجوانب. Good. حاول نشتغلها بهذا الليفل. نرجع cross legs. الاوبشن بذكر ركب مثنيه. طبعا دائما بدي اخلي ركبه فوق الحوض مباشره عشان احمي اللور باك واسفل الظهر. جود. نرجع للاوبليكس. اوبشن للاوبليكس. 1 2 3 تاتش. اذا صعب اني اخلي رجلي فوق ممكن اعملها بالشكل هذا او جو. جود. More. بذكر. Good. More. Hop. Stay. Hold. Good. آخر set اللي هي push-ups. وضعية push-ups سواء على toes أو على knees. نختار الاوبشن السهل. هاف واي 2 1 بوش. اوكي ننزل شوي. 2 اند اب. جود. كانت خلصنا تقريبا. جود. ترايسبس بوش ابس بنضم داون اب. ممكن اعملها على ركب ممكن اعملها ادفانس اوبشن زي ما اعتز. جود. اهم شيء الكوع مضمومه. Good. Push-ups. Go. Half. Half. Push. Full range. Option. إني أفتح إيدي على الأرض كمان. أغير وضعية البوكسينج. Down. Down. Full range. آخر سيت. Okay. ضل مع الميوزك. لا تخلص. نعمل تشالنج على العضلات. Good. عضلات التشيست. Shoulders. الترايسبس. Okay. طلع على الأرض. Last. Hold. Good. Well done. الله يعطيكم العافية. Switching بسيط. نفس. Good job. تمرين طبعا بعد غياب ممكن نحس بأنه كثير ليفل عالي بس شوي شوي الواحد بيرجع بأول أسبوع. نعمل Switching للأبر باك. Good. Shoulders. نفس. جود. الله يعطيكم العافية. نشوفكم إن شاء الله يوم الخميس في حلقة مختلفة. شكرا لكم. كل عام وانتم بخير.